اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف اللي هنعلن فيها ان شاء الله اسم الفائز بتوقعاته ل طبعا فوز او وصول لدور الثمانيه في بطوله ابطال اوروبا. هل كان ريال مدريد او باريس سان جيرمان هيكون الفائز معانا النهارده في نهايه الحلقه؟ لكن خلونا نرحب الاول بمحلل الكره العالميه محمد البازل اللي هيشرح لنا بالارقام وبالصور تفوق ريال مدريد امبارح على باريس سان جيرمان. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير كابتن هاني. منورنا. منور حضرتك. اتكلمنا طبعا مباراه امبارح، كل الناس في العالم بتتكلم على مباراه امبارح وفوز الريال، لكن كل حاجه بيكون ليها مسببات، وانت محضر لنا جزئيه مهمه جدا. كنا اتكلمنا على الثنائي بتاع توتنهام سون وكين، النهارده محضر لنا ايه بالنسبه لثنائيات ريال مدريد؟ طبعا سر تفوق ريال مدريد وتطور الناحيه الهجوميه عند ريال مدريد بتنحصر في الثنائيه ما بين كريم بنزيما وفينيسيوس. زي ما اتكلمنا على الثنائيه الخطيره لتوتنهام سون وكين والتاكتكس اللي بيعملوه في ارضيه الملعب، سواء الكرات العاليه الطويله والكرات الشورت باسس والثرو باسس والتحركات ما بينهم، ستايل لعبهم المتقارب والفاهمين بعض بشكل كويس. النهارده بنتكلم على فينيسيوس طبعا وكريم بنزيما وازاي بيطبقوا الثنائيه ونجاحها في ارضيه الميدان، بتختلف تماما عن ثنائيه سون وكين. انا كنت لسه هقول لك بعض الثنائيات بتعتمد بشكل او باخر على مساحات، على سرعات، على اكيد الثنائيات بتحتاج تفاهم، لكن الفروقات بتبدا ايه؟ انت شايف قبل ما نعرض الصور والارقام الفرق ما بين مثلا الثنائيه ما بين سون وكين وثنائيه فينيسيوس وكريم بنزيما؟ ثنائيه سون وكين بتعتمد على محورين او عنصرين اساسيين، الكرات الطويله اللي بتبقى دايما بينزل سون لنص ملعبه في الهجمات المرتده، دايما بيبدا الهجمه من ورا مع انه محور مهاجم ارتكاز رقم 9 بوكس هاري كين. فبينزل دايما في نص ملعبه بيبدا الهجمه من تحت ودايما بيعملها، يا اما كرات طويله دايما سون بيقرا سون على طول بيتحرك له او بيقرب من سون ويلعبوا مع بعض الشورت باس ما بين المدافعين ويضربوا خط الدفاع. الثنائيه اللي معانا النهارده كريم بنزيما وفينيسيوس مختلفه تماما، الستايل ما بينهم، الكيمياء اللي ما بينهم دايما بتتحصر على التقارب ما بينهم في الخطوط الضيقه، دايما يقربوا مع بعض بشكل كبير جدا وبيلعبوا الكره ما بينهم 1 2 في يعني في زي ما بيقولوا كده ما بين سنتيمترز ما بين المدافعين. يعني بتبقى المساحات ضيقه جدا وبتبقى الدبل باس بيبقى سريع جدا، بيعتمد طبعا فينيسيوس على سرعته ومهاره كمان كريم بنزيما ان تايم بيلعب له التو يعني. بكل تاكيد الستايل بتاع كريم بنزيما وفينيسيوس هو واحد في الكي باسس، الكرات المفتاحيه، التمريرات المفتاحيه، التمريرات ثرو باسس ما بين خط الدفاع في اقل من مساحات ضيقه جدا بيقدروا يعملوها. نبدا مثلا بمثال الاول معانا، دايما بنلاحظ هنا رقم 20 طبعا ده فينيسيوس، كريم بنزيما على طول المساحه اللي ما بينهم مسافه صغيره جدا جدا. خط الدفاع دايما يبقى فيه بلوك، بيعملوا كومباكت دايما عليهم على كريم بنزيما وفينيسيوس، فاهمينهم بشكل كويس ومع ذلك ما بيقدروش ان هم يسيطروا عليهم. الهجمه دي على سبيل المثال نبدا بيها، دايما فينيسيوس اول ما يمسك الكوره بينزل له كريم بنزيما، نزل له على الخط زي ما احنا شايفين على طول. هنا فينيسيوس بص الكوره لكريم بنزيما وتحرك. كابتن هاني عايزين بنشوف دقة كريم بنزيما في باص الكورة ثرو باص ما بين الأربعة الخمسة اللي احنا شفناهم. شفت التكتل هنا على طول حطوا هنا من زاوية تانية، يعني زاوية مختلفة طبعا، الصورة اللي قبلها زاوية مختلفة. عايزين نقف على التكتل اللي عملوه على فينيسيوس. هو ايوه دي الصورة ديت نقف 4-1 بشكل او باخر، 4-1 كريم بنزيما على طول بيتحرك بيفتح المساحة لفينيسيوس. هنا بنشوف دقة تمرير الكرة من فينيسيوس، هنا ستيل ماشي معاه كريم بنزيما على طول خد المكان ووسع وباصة لفينيسيوس وترجمت لهدف من خرم إبرة زي ما بيقولوا من بين خطوط المدافعين من مساحات ومسافات قصيرة جدا. يعني دي طبعا المهارة اللي بتتكلم عليها محمد، إن أولا فينيسيوس بيستغل سرعاته في الاختراق مع ظهور بنزيما، والأهم في كل دوت الدبل باس دايما المهم التايمينج ودقة التمرير. بتتكلم انت على دقة التمرير بالنسبة لبنزيما انه في جزء وفي مساحات ضيقة جدا بيقدر يعمل الدبل باس وبيحط فينيسيوس في وضع سهل جدا لإحراز الأهداف مواجهة المرمى صحيح او العكس.
نفس الكلام بيقربوا مع بعض. الأمثلة مكررة بشكل كبير جدا. لو اتفرجنا على كل أهداف فينيسيوس وكريم بنزيما لهذا العام، دايما ينزل له كريم بنزيما بيقطع في وسط تكتل دفاعي، هنا الكرة دي تتلعبت يعني كرة عالية مرتفعة على يعني أعلى متوسطة من الأرض متوسطة طبعا. وترجمها طبعا كريم بنزيما لهدف. ده مثال اخر، لو نمشي هنشوف امثله مكرره. ده طبعا امام اتلتيكو مدريد، ده طبعا صوره ثانيه هنا بقى مثال مهم جدا. يعني دايما الضغط العالي اللي بيعمله ريال مدريد دايما بتبقى من ناحيه الشمال، من الجناح الشمال اللي متواجد فيه فينيسيوس بشكل كبير جدا، بينزل يستلم بظهره ويبدا ان هو يحرك معاه كريم بنزيما. لو بصينا هنا كريم بنزيما دايما قريب منه، صحيح مسافات ما فيش يعني مسافه ضيقه جدا بيقدروا ان هم يلعبوا الدبل باس ال1 2 على طول، بيسلم ما بين خط الدفاع نفس الصوره، بيضرب نفس الصوره لخط الدفاع لان سرعات فينيسيوس كبيره جدا يعني. فكمان الفكره كان لسه ورا يعني، لكن لا يعني خلاص هو عارف ان الكره رايحه له في التمريرات المفتاحيه. الكي باس بيلعبها بشكل رائع جدا ويكمل معاه كريم بنزيما، حطه طبعا في اتجاه المرمى. هنا مثال تاني، التقارب ما بينهم ما بين خط الدفاع بيلعبوه بشكل كويس جدا، لان هما الاثنين اترفع برضه على راس كريم بنزيما وترجمها الهدف. زي ما قلنا ده سر نجاح الريال مدريد، اللعب ما بين الخطوط، التمريرات المفتاحيه، الشورت باس، الثرو باسس في مساحات وضيقه. كمان صوره كويسه جدا كمان يعني ظاهره جدا حتى اختلاف الادوار. يعني دلوقتي هو بنزيما الموجود كطرف شمال وفينيسيوس على نفس منوال بنزيما في القلب، دخل في القلب، وبالتالي هم بلغه الكره شايفين بعض كويس. الديناميكيه يعني الديناميكيه اللي بتحصل ما بينهم اللا مركزيه، مع ان معروف طبعا هو يعني رقم 9 تارجت بوكس كريم بنزيما، لكن مفيش خلاص. انت بتتكلم على 9 دلوقتي، بتتكلم على بنزيما وبتشوف فينيسيوس هو اللي بيعمل الاختراق. الطبيعي جدا ان هو دوت فينيسيوس 9 هو بنزيما اللي جوه، لكن طبعا هم شايفين بعض بشكل اكتر من رائع، تفاهم كبير جدا. والنقطه الاهم ان الديزيشن اللي بيتعمل ان تايم، يعني بنزيما ان تايم، لان لو اتاخر شويه شوف ممكن يبقى اوفسايد. فينيسيوس بيتحرك ما بين دايما نشوف 3 4 بين بلوك، بيكسر خط بباص سريع، بيضرب اوفسايد. هي دي المهاره الكبرى وستايل لعبهم مشابه لبعض، وده بيترجم لاهداف.